عبد الله، حقيقة المجلس الرئاسي أو اتفاق الصخيرات أو مجلس الدولة أو كوبلر، كل هؤلاء شركاء في الجريمة. لأن الذي حدث، يعني لو كنت أنا عضو في المجلس الرئاسي من يحسب على طرف الثورة لاستقلت، خرجت، تركت المجلس الرئاسي بصراحة. لماذا؟ لأن لا يمكن أن تصور جريمة بهذا الحجم ثم يكون هذا المستوى من الخطاب. هذا المستوى من الخطاب يدل على أن الموجودين الآن في إدارة الصخيرات هم جزء من هذا المشروع، يعني يتناغمون مع تصريحات كوبلر. وما هو المجلس الرئاسي؟ المجلس الرئاسي هم القطراني والمجبري وسراج يعني لا يمكن أن يكون، لا يمكن التعويل عليه. وأنا حقيقة اللوم، كل اللوم يقع على السادة في المجلس الأعلى للدولة الذين انشقوا عن المؤتمر الوطني، أو الذين تحولوا، هذه إدارة التحول من المؤتمر الوطني لمجلس أعلى الدولة، والذين كانوا يملون الليبيون بالاستقرار والأمن وإنهاء الانقسام، ثم إذا بهم هم أصلا دخلوا في، غابوا في غيابات الجب، لا كلام ولا حديث. يعني حتى عندما يقول لك والله اجتمع مش عارف رئيس المجلس الأعلى للدولة مع كوبلر وتكلم معه بشأن قنفودة، أعطيني ماذا أنجزت أنت يعني، أو ماذا قلت له بخصوص؟ كان مفترض عليهم إذا في شوية من الكرامة حقيقة لا عاد يستقبلوا كوبلر، الرجل الذي يقول أن الجرائم التي ارتكبت في بنغازي لا يمكن أن تؤثر على المسار السياسي. هذه دي